من العيلة دي ورحت العائلات التانية بقى، عيلة الفيسبوك، عيلة التويتر، عيلة مش عارفة ايه، كل عيلة متهيألي ليها سمات. ايوه، ايه الفرق بين عيلة الفيسبوك مثلا وعيلة تويتر؟ عيلة تويتر وعيلة فيسبوك الواحد وهو صغير بيبقى عنده شلة في المدرسة وشلة بتاعت العيلة، أطفال العيلة. أيوة. شلة المدرسة عادة بتبقى عدوانية أكتر، شد وجذب أكتر. ليه؟ لأن في مساحة للمنافسة. أيوة. يعني بنتنافس جوه الفصل على مين اللي هيعمل حاجة معينة، مين اللي هيعجب أكتر، مين اللي هيجاوب، مين اللي يعني دول بقى في منافسة. دول تويتر؟ دول تويتر، فالأجواء مشدودة. مشدودة وفيها منافسة. اه فيها منافسة. شلة ما فيهاش حب؟ هقول لحضرتك ولا صداقة؟ هقول لحضرتك هي جاي من فين. شلة الفيسبوك عاملة زي شلة ولاد العيلة، عارف حضرتك ولاد العيلة كده لما يتلموا مع بعض، ابن الخالة وابن العم بيبقى في لمة كده، وبعدين بيلعبوا وبيقولوا أي كلام والنور يقطع عليهم فيهيسوا بتاع. هو الفيسبوك وعروسي وقوم يغني ويعمل عامل كده الفيسبوك. تويتر اللي مضطره شوية إنه مساحة التعبير عن النفس فيها 140 حرف، وأنت كل ما تقلل عدد الكلمات المسموح لي استخدمها عشان اعبر عن نفسي كل ما ده بيخلق سوء تفاهم مستمر. يخلق سوء تفاهم مستمر. سوء تفاهم. اه يعني انا لما ابقى مضطر اقول كل اللي عندي في 140 حرف يبقى انا فاتح مساحه للتاويل الغلط، فاتح مساحه لانه في حاجه ناقصه ما شرحتهاش، في فاتح مساحه لخناقه مستخبيه، فاتح مساحه لسوء نيه. 140 حرف دول متكتفين مكتفينك، فالرساله طول الوقت بتوصل على تويتر ناقصه. يعني حتى اللي عنده وجهة نظر سليمة ومظبوطة مساحة التعبير الضيقة دي بتخليه يوصلها ناقصة، فطول الوقت الأجواء مشدودة هناك، لأنك أنت بتبعت لي رسالة فأنا مش فاهمها قوي، مش فاهم، فبعلي عليها فأنت بتعلي عليا. ده تويتر. فيسبوك مرحرحين بقى، بنكتب براحتنا وبنلغي براحتنا، لأن عندكم الكلام أكتر أو الكلام على الفيسبوك أكتر، براحتك تكتب إن شاء الله تكتب. أنت من أي عيلة؟ كلمين. أنا برتاح في الفيسبوك أكتر، يعني بحس إنه طبعا يعني عامله زي ملاعب فعلا، ما حدش يخش لك، قاعد مع اولاد خالتي يعني. يعني ما حدش يخش لك حتى لو انت بتسمح له. اه لا بالظبط. وحتى كمان اللي بيخش عليا غالبا طول الوقت في مساحه لحاجات كتير، مش سياسه بس، بنلعب فن وبنلعب كوره وبنلعب اجتماعيات وبنلعب حاجات ساخره وبنلعب كوميكس وبنلعب، يعني مساحه الالعاب في الفيسبوك ودوده جدا، شبه قعده اولاد الخاله كده مع بعض. لكن تويتر السياسه وال140 حرف القوسين دول اللي بنتحرك بينهم الناس مخليه الاجواء مشدوده، يعني في شد وجذب. انت كتاباتك يا عمر غريبه، وبتطلع بتجي لك فكره انا بعتبرها، معلش انا ماما نجوى يعني ما تزعلش، مجنونه. يعني مثلا عمر كتب كتاب انه شقيقتي في احضان صديقي. ايوه، مقاله او حاجه كده، كتاب او مقاله. أيوه. مش كده؟ قصة في كتاب. ده أنا عارفة إيه الحكاية بس أنت تحكيها أحسن. آه دي سكة بقى في الكتابة أنا بحبها. وهي الكتابة اللي يمكن في تماس بينها وبين اسم بيت العيلة. في نوع كده من الأدب اللي هو يعني حتى هو في أمريكا مثلا أو في أوروبا نجح أكتر، اللي هو الرواية العائلية. لا، الروايات اللي هي بتشتغل على العيلة، بتشتغل على الحاجات اللي من النوع ده. فدي كانت أول مرة أكتب حاجة. أختي الكبيرة اتجوزت نهال، فكتبت علاقتي بيها بطفولتنا بالحالة الجواز لحد ما وصلت لبيتها، كتبتها في قصة يعني. جوزت صاحبك بقى. اه ودي يعني كانت من يعني القصة نفسها كانت حلوة وفتحت لي سكة في الكتابة، ان ينفع الواحد يخش على حياته ويطلع منها كتابة حلوة، يطلع منها حلو. اه يطلع منها. وكان احساسك حلو بصاحبك ده اللي اخذ قصتك؟ اه لا جدا. اه والله. اه جدا. يعني انت فرحان بيه وعارف اخلاقه وضمنه يعني؟ ايوه صحيح. انا بس انا عملت العنوان ده يعني كده يعني لجذب القارئ يعني. اه العنوان كان قاسي. آه جدا. أيوه. ايه رايكم بقى اسيبكم شويه تحضنوا بعض، طبطبوا على بعض قوي وتركزوا معانا وتستنونا، هنرجع على طول.